عشان عجبكم الفيديو بتاع ازاي انا بعمل فضه، قررت اخليها حاجه شبه اسبوعيه، اوريكم الحاجات اللي عايزه اصلحها. فاكرين المره اللي فاتت لما عملت البريسلتس دي طلعت بس واسعه شويه فهضيقهم، بريسلت قديمه واتقطمت حلق كده وكده، او يبقى حلق 3 وحلق 1. في واحده صاحبتي تانية كان بقى لها 100 سنه طالبه مني حاجات كده مش هسكتها، بس لو تصبيره يعني اديها عشان عيد ميلادها برده فات، تم ليها عشان يبقى برده معاهم، كان مقطوم. فقلت لها هاتي صلحوا لك التاج بتاع قطه صاحبتي جامب رينج، عايز تكبر هو عايز يتقص شويه. عاملاها لنفسي بتمرن على حاجه اسمها جرانيوليشن اللي هي الكور دي، قانيا مش صح، هشوف هي متينه ولا لا. يلا بينا. وقت اللحام تلميعة سريعة بس عشان يبانوا، يبقى فردة مدلدلة وفردة استد. بصوا بقى الستاكينج رينجز دول بتاعت قطة صاحبتي، البريسلتس بتوع صاحبتي اللي كانوا عايزين بس يتضايقوا، لحمتها ومتحمسة قوي البسها.